انا قابلت واحده بس من السودان، وختان اول مره كنت اشوفه اسمه ختان فرعوني، وهذا يعني بيمحو المراه، بيمحو المراه، يكاد يكون لا يوجد جهاز تناسلي للمراه، حاجه يعني عشان تولد الست دي لازم اقصها واعمل عمليه تجميل. ففي ختان بينهي المراه، يعني المراه ليست هي وعاء، ولكن الختان ده يعني حرم خلاص، يعني ممكن يعني يؤثر على وبيجرم الانجاب دلوقتي والقانون في بيجرمه. العلاقه الحميمه، يؤثر على العلاقه الحميمه. طبعا طبعا طبعا. يعني هل حضرتك شايفه ان موضوع الختان ده يعتبر جريمه بـ بـ بتؤثر على طبعا العلاقه الحميمه دي من اهم الحاجات بين الزوجين، فلو فيها مشكله هيبقى في مشكله نفسيه عنيفه جدا. هي مشكله نفسيه اصلا من ساعه ما اتعمل لها الختان. الختان دي صدمه عصبيه جدا نفسيه لاي بنت، دي بتتعمل بطريقه يعني وحشه، وحتى لو دلوقتي اتعملت ببنج زي ليها اضرارها، واللي بتنزف، واحنا شفنا البنت بتاعت السويس اللي توفت، شفنا الحاجات دي. فدلوقتي اصبح القانون بيجرم، دي جريمه.